يعني ضعيف. انا اجد المنتخب البحرين او دوله البحرين يعني عذر في عدم القدره على المنافسه اسيويا، التعداد السكاني ما يساعدهم يعني على يعني على خلق اجيال وراء اجيال كلهم اجيال في السابق. هذا البحرين. البحرين إيه. نعم. فالتعداد السكاني القليل يكون يصعب وتعاقب الأجيال المتميزة في كرة القدم. كان عندهم أجيال سابقة جيدين في كرة القدم ومتميزين ولعبوا ترى ملحق تأهل كأس العالم. صحيح. قبل ثلاث دورات تقريبا. كانوا محترفين برا البحرين. أي نعم كان عندهم أجيال جيل. محترفين برا البحرين. وطول عمر بيحرجونا. وطول عمر نعم كان بالفعل. لكن يبقى منتخب البحرين يعني هذه حدود إمكانياته. أيضا تايلاند ترى إحنا قلنا أمس إنه فوز الهند أمس الجولة الدور المباراة الأولى على تايلاند بأربعة وخسارتها اليوم، هذا عادة الأمور للطبيعة. المباريات الأولى كانت خادعة والنتائج خادعة. طيب. عادة الأمور لطبيعتها يعني ستعود المنتخبات القوية لمكانتها والمنتخبات اللي أقل ستعود المفاجآت وحماس البداية بينتهي. جميل، خليني أروح إلى الإمارات هذه المرة مع رئيس الاتحاد.